بعد مضي شهر على توقيعه، لماذا تعثرت البنود المزمنة لاتفاق الرياض؟ من يقف وراء هذا الإخفاق؟ ما تفسير موقف الحكومة المستلب في عدن؟ وما هي أسباب ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية والعنف جنوباً؟ أهلا بكم. بين الاتهامات المتبادلة يتوه اتفاق الرياض وسط حالة التوتر والاستنفار في المحافظات الجنوبية وانهيار التسلسل الزمني لبنوده، إذ لم تتحقق أي من بنود الاتفاق باستثناء عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وسط محاذير كبيرة من أن يلاقي اتفاق الرياض مسير اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين العام الماضي، خصوصا مع ما تشهده بعض المحافظات من تصعيد عسكري وتعزيزات عسكرية في أبيان وشبوة. فما هي أسباب تعثر تنفيذ بنود الرياض؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق؟ وهل تهدي الشرعية في بحر الاتفاقات غير الناجحة؟ يدخل اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي شهره الثاني مصحوبا بخيبات كثيرة. الاتفاق الموقع في الخامس من شهر نوفمبر الماضي كان يتوقع وفقا لبنود الاتفاق أن يتم تنفيذ جملة البنود وفق الجدول الزمني، منها تعيين محافظ ومدير لأمن عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من القوات العسكرية والأمنية خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق. وأهم البنود التي لم يتم تنفيذها وهي تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع، ونقل جميع القوات العسكرية الحكومية والتابعة للمجلس الانتقالي في عدن إلى خارج المحافظة خلال 30 يوما من التوقيع، باستثناء بند عودة رئيس الحكومة الذي عاد إلى عدن برفقة وفد وزاري منتصف الشهر المنصرم، وسط انتقادات كثيرة لدور الحكومة مسلوبة القرار أمام استفزازات الانتقال داخل عدن، غير أن لتعثر اتفاق الرياض جملة من التداعيات، إذ تصاعدت مؤخرا حدة التوتر الأمني في محافظات أبين وشبوة وسقطرة، ورغم الترقب المحلي والدولي لما ستؤول إليه الأحداث جنوبا، إلا أن تجاوز الخط الزمني لاتفاق الرياض خيب الكثير من الآمال، ناهيك عن الظروف الأمنية التي شهدتها عدن مؤخرا والتي ألقت بظلالها على مستقبل الاتفاق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي سيكون معنا عبر سكايب، الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. ألو. نعم تسمعني دكتور؟ أسمعك بوضوح. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن دكتور، 35 يوما تقريبا من منذ اتفاق توقيع الرياض، ولم يتم تنفيذ العديد من النقاط، أبرزها تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزير خلال 30 يوم، تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوم أيضا، خروج التشكيلات العسكرية المتعلقة بالانتقال وكذلك الحكومة خارج مدينة عدن، لكن للأسف لم يتم حتى الآن سوى عودة رئيس الحكومة، وربما تابعت أنت الشكل الذي عاد به رئيس الحكومة، ما هو تعليقك؟ أعتقد أن الاتفاقية بحد ذاتها كان هدفها هناك عنصرين، العنصر الأول تثبيت الواقع الذي تم إيجاده، هناك واقع تم تأثيته وإعادة تشكيله تدريجيا خلال 4 سنوات، أوجد سلطة ضعيفة، أوجد حوثيين يديرون الحياة اليومية ومجلس الانتقالي مدعوم بأذرع عسكرية وإعلامية. كان هذا المجلس يبحث عن شرعية، يبحث عن اعتراف به كطرف رئيس تفاوضي، وأيضا كوجود
مليشاوي لكن أصبح يسمى بتشكيلة عسكرية. هذا الاتفاقية منحت فقط المجلس الانتقالي اعترافا إقليميا واعترافا من قبل السلطة الشرعية بوجوده كطرف رئيس، ولهذا لن يذهب المجلس أو الاتفاقية نحو ترجمة بقية البنود. المجلس الانتقالي لا يعترف بالسلطة الشرعية، لا يعترف بالمواطنة اليمنية الكاملة، هو يريد فقط يأخذ هذه الشرعية يستفيد مؤقتا بإدارة الحياة اليومية المالية بحكم أن هناك مرجعيات دولية بما يتعلق بالتسيير المالي، بما يتعلق بالبنك المركزي، بما يتعلق بالمواثيق الدولية، ولكن في الأخير الواقع هو الذي يفرض التفاوض. ولهذا تعامله مع السلطة الشرعية وباعتبارها طرف نزاع مثل كما كان الحال مع الحوثيين، وبالتالي هنا المناصفة، ونحن تحدثنا عن هذا كثيرا، المناصفة بين الشمال والجنوب، ليس مناصفة بين الشمال والجنوب، مناصفة بمعنى أن المجلس الانتقالي شريك للسلطة الشرعية وليس الجنوب شريك مع الشمال، لأن ما زال البلد لم ينهي الانقلاب في مناطق الشمال وفي صنعاء، وبالتالي هذه مغالطات تمنح للمجلس الانتقالي كما وتجدد شرعيته، كما جددت المبادرة الخليجية شرعية الرئيس صالح سابقا ومنحته نصف السلطة ومنحته الاستمرارية في الحقل. بالتالي اتفاق الرياض لن يترجم ولن يمر، بالعكس أوجد اعترافا بالمجلس الانتقالي، كما أنه قام بنوع من المماثلة، وهذا المماثلة التدريجية بين أن الجنوب هو المجلس الانتقالي والمجلس الانتقالي هو الجنوب، كما أن هذا الاتفاق تخلص من كل القيادات الجنوبية التي وقفت مع الرئيس عبد الرب منصور هادي ووقفت ضد مشروع الإمارات، بحيث أنه وضع مادة داخل الاتفاق بمعنى كل من لم ينخرط بأعمال خلال فترة الأحداث الأخيرة، هذا يعني استبعاد الميسري والجبواني وكل القيادات التي ترفض مشروع الإمارات، بينما عيدروس وهاني بن بريك لا يطمحوا بأن يكونوا وزراء، بل هم قيادات عليا في المجلس الانتقالي. ومن هنا أعتقد أن رئيس الحكومة عودته هي عودة لإدارة حياة المواطنين مؤقتا، ولكن ستلاحظين أن هناك إعاقة لتحرك الجيش الوطني، هناك رفض لتحرك المواطنين في الجغرافية، هم ما زال الخطاب نفس الخطاب يتحدث عن أحداث 94، يتحدث عن أن هناك جماعات إرهابية والإصلاح، بأن هنالك غزاة وهناك هوية جنوبية، ثم كيف يمكن لنا أن نوقع اتفاق بمجلس انتقالي يرفع علما آخر؟ نعم دكتور، يعني ربما لم يعد من المجدي أن نتحدث عن صلاحية هذا الاتفاق من عدمه، تم الاتفاق وتم التوقيع، ولكن للأسف الشديد يعني لم يتم تنفيذ هذه البنود، وربما يعني هناك العديد من البنود التي ذكرتها لك، لو يعني تطرقنا لها نقطة نقطة، يعني مثلا تشكيل الحكومة السياسية، طبعا هذا في بند الترتيبات السياسية والاقتصادية، تشكيل حكومة كفاءة سياسية لا تتعدى 24 وزير، ما الذي حدث؟ يعني خلال 30 يوما حتى الآن لم يتم الحديث عن بوادر لهذا التشكيل، يعني مر إلى حد اليوم 35 يوما. لا يمكن لهذا الاتفاق أن يستعيد أو يدير دولة أو يستعيد شرعية، لأن الآن نحن يعني المسألة في غاية التعقيد. عندما نتحدث عن اتفاقية منفصلة بعيدة عن الحوثيين وهناك شريك جديد مع السلطة الشرعية سيتقاسم مع السلطة كطرف نزاع، يعني أن هذا طرف النزاع لديه مطامح لاستعابة الجغرافية الجنوبية وهويتها ويدير الحياة اليومية، فقط يستفيد من الوقت، كما تماما كالحوثيين عندما لديهم مشروع استعابة الحكم الإمامي. نحن أمام وضع معقد، لذلك الحديث عن حكومة مناصفة هذا لن يقبلوه، وبالتالي هم يريدون كسب مزيد من الوقت، سيعطلون، سيضعون معوقات وشروط، ثم أن رئيس الجمهورية الآن أصبح دون سلطة، أصبح دون ما يسمى بالاقتدار السياسي، لأن أي قرار يتخذه
لابد من موافقة الأطراف وتحت إشراف ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وهذا أكبر فخ وأكبر يعني كارثة يعني يواجهه الشعب اليمني، بأن من مزق هويتنا ومن أضعف سلطتنا ومن دمر الشعب اليمني يتحدث أنه جاء لإنقاذ السلطة. بالتالي يعني كل شيء تحت إشراف دول الداعمة للشرعية لابد من موافقة الأطراف، وهذا يعني أن أي قرار سيتخذ لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يفرض حكومة إلا بالتشاور، لا يمكن أن تتحرك قطاعات عسكرية إلا بالاتفاق وإشراف وفقا للخطط. ثانيا، تحولت مفردة الأحزمة والنخب إلى مفردة تشكيلات عسكرية سيتم استيعابها. هذه الجماعات تم تعبيتها وتم تدريبها ليس وطنيا بل كجماعات ميليشياوية ليس لها بعدا وطنيا وذات نزعة انفصالية، وبالتالي كيف يمكن أن ترقم هذه القوات دون خضوعها إلى اختيار وإلى تدريب وإعادة تدريب وانتشار؟ ثم كيف يمكن لك أن تتحدث عن عودة سلطة شرعية إلى بيئة طاردة، بيئة لا تسيطر عليها، بيئة رئيس الجمهور؟ لو كان هناك بالفعل يعني توجهات حقيقية في اتفاق الرياض لما تم أصلا إيجاد اتفاق الرياض، كان بالإمكان إنهاء هذا الانقلاب واستيعاب كل الاحتجاجات في المناطق الجنوبية وعودة رئيس الجمهورية. أما الحديث بهذا الاتفاق الرياض بأنه تم يعني لاحظين، أنا أقول ترتيب ما يسمى بتفجير حقل، خلق واقع جديد، ثم تأطير وتوثيق وإيجاد مرجعيات لهذا الواقع الجديد. السعودية قامت بالاعتراف بما نفذته الإمارات في المرحلة السابقة وهي تكمل هذه المرحلة الثانية. نعم، سنتحدث عن دور السعودية خاصة موضوع اللجنة المشرفة، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا العميد محمد جواس الخبير العسكري عبر الهاتف من عدن. مساء الخير سيادة العميد. أهلا مساء الخير، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك. إذن سيادة العميد، يعني اتفاق الرياض والذي كان يفترض أن يتم فيه بعض النقاط ولكن تعثرت، أبرزها تعيين محافظ ومدير لأمن عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها معسكراتها خلال 15 أيضا يوما من تاريخ الاتفاق، تجميع ونقل الأسلحة النوعية والثقيلة أيضا بأنواعها المختلفة خلال 15 يوما، وتشكيل حكومات كفاءة سياسية خلال شهر، وتعيين محافظ الأبين والضالع خلال شهر أيضا، ونقل جميع القوات العسكرية الحكومية التابعة للانتقال في عدن إلى خارج المحافظة خلال 30 يوما. تلك أبرز النقاط التي تعثرت، أو لنقل ربما جميع نقاط اتفاق الرياض لم يتم تنفيذها سوى عودة رئيس الحكومة. ما سبب ذلك برأيك؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا مرة ثانية. اتفاق الرياض جاء بعد أحداث مؤسفة وأحداث دموية حصلت في عدن، وبالتالي مسألة التنفيذ يعني كان في الأصل اتفاق الرياض يحقن الدماء ويعني يكرس أو يدشن مسألة عدن تبقى في وضع آمن ويصنع السلام هذا الاتفاق، وبالتالي سيكون من الصعوبة كبيرة في ترتيب بعض الأمور الأمنية وخاصة الالتزام بالخطة المزمنة، لأن الأطراف أصلا لم تتحاصل خصومة سياسية مشروعة ولكن كانت بعد سيل من الدماء، وبالتالي الثقة بين هذه الأطراف يعني غير موجودة أو معدومة، وبالتالي المملكة كطرف مشرف على تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يعني تحاول اختيار بعض الإجراءات التي تكرس أو تصنع الثقة بين هذه الأطراف. المهمة بالنسبة لتنفيذ الخطوات الإجرائية لاتفاق الرياض مهمة صعبة جدا، لأنه أيضا هناك أطراف محسوبة على الشرعية كانت يعني ترى نفسها خصم على اتفاق الرياض، وبالتالي حاولت إعاقة تلك المفاوضات وهي لا زالت كانت في جدة، وتحاول حتى الآن هناك يعني بعض التصعيدات العسكرية
التي ممكن تؤدي الى يعني تفجر الوضع في عدن، وبالتالي كل هذا الامر من اجل يعني اعاقه او عرقله او نسف اتفاق الرياض. وبالتالي هذا الامر يعني تصرفات سلوكيات للاسف بعض القوى تابعه للشرعيه في هذا الاتجاه، ترى اصلا باتفاق الرياض انها مجحف وانه يسلبها السياده او ينتقص من السياده ومن هذه الامور. يجب ان يعني كان يفترض كقوة سياسية محسوبة على الشرعية بعد أن رأى التنشين التوقيع على اتفاق الرياض، ويعني كل الأطراف المتخاصمة وقعت، ويعني كان الرئيس فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي يمسك بيده الشيخ محمد بن زايد واليد الأخرى سمو الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي هذا الأمر يجب كلنا أن نخدم اتفاق الرياض في حقن الدماء واستتباب الأمن وصناعة السلام، وبالتالي هناك يعني لكن ما نعم أتفق معك أن مسألة حقن الدماء شيء مهم وربما من أولويات الحكومة الشرعية القيام به، لكن عمليا لم يتم يعني على الأقل تفنيد هذا الانقلاب، وإنما أعطي صفة رسمية، وللأسف شديد لم يتم تنفيذ أي نقاط من نقاط الاتفاق. هل فقط كان مسألة حقن الدماء؟ كان احقنوا الدماء وانتهى الموضوع. لماذا هذه النقاط والجلبة وسيتم اتفاق ونقاط وما إلى ذلك؟ كان أقول لك يعني كان هناك خطأ أو نوع من الخطأ في الخطة المزمنة، هناك ليس بترتيبات يعني دقيقة، أخذ الأمر على عجل، وبالتالي مثلا إعادة الانتشار وإعادة التموضع لبعض الألوية خارج محافظة عدن، نعم. يعني أعطي له شهر، وهذا الأمر عسكريا وأتلمت بطريقة احتراسية يحتاج إلى شهور، ممكن الشهر هذا يعني نتفق على الخطة أين التموضع وأين الانتشار ثم التنفيذ بعد الشهر، وليس التنفيذ من بداية التوقيع. أنا أقول لك هذا على سبيل المثال. تمام. هل تم يعني الاتفاق على التموضع على الأقل؟ نعم. هل تم الاتفاق على الأقل على خطة للتموضع وأماكن الانتشار خلال هذه الفترة؟ نعم، اتفقوا على تحديد مواقع خارج محافظة عدن لبعض الألوية، تقريبا كل الألوية، الخطط على البلين على الورق موجودة، يبقى التنفيذ، لأن التنفيذ ليس من السهولة، يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج إلى ميزانيات ويحتاج أيضا موقع التموضع. طيب إلى تجهيز النص. أين السعودي أو اللجنة المشرفة؟ لما لا تقوم بالدعم اللازم لإنهاء هذه الثغرات المتعلقة بالتزمين؟ يعني على الأقل إن كان المسألة مسألة إمكانيات فليتم دعم ذلك. يا أختي أنا أكلمك بصراحة، هناك الأطراف غير متعاونة مع المملكة، في أطراف يعني رافضة في الأساس اتفاق الرياض، وهي تمثل جهات حكومية وجهات مشرعة. أطراف من أي جهة؟ يعني طالما تتحدث معي بصراحة يعني خليها صراحة للنهاية، من أي جهة أطراف؟ من الشرعية أم من الانتقالي؟ يعني الظاهر بالواضح هذه الفترة الأخيرة هو من الشرعية. يعني الحل في هذه المشكلة هو التعيينات بسرعة لمحافظ عدن ومدير أمنها ومحافظ لحج خاصة وأبين، هذه المناطق الساخنة، وأيضا التعجيل بتشكيل الحكومة، سيوفر هذه التعيينات جهات حكومية وأشخاص تتعاون في تنفيذ الإجراءات المعلقة في اتفاق الرياض، الأمور الإجرائية حتى المتعلقة بالشأن العسكري والأمني. مش مهم أن ينفذ ربع خمس منها نصفها لكن يكمل، لا توجد هناك في عدن جهات حكومية تتعاون أو تشرع للإجراءات التي تقوم بها المملكة المشرفة والمتعاهدة على تنفيذ اتفاق الرياض. هناك ما فيش تعاون، هناك يعني استغلال لعدم الثقة، هناك تصعيد إعلامي، هناك تصعيد عسكري. يعني نحن شفنا المعسكرات الاستقبال حق الشيخ حمود المخلافي الذي أطلق النداء في 31 أغسطس، بعد ثلاثة شهور أكثر من ثلاثة شهور شفنا العسكريين اللي جاءوا من الحد الجنوبي للمملكة، شعارات داخل المعسكر
إلى عدن لإنقاذ الجمهورية، ليش هذا التصعيد العسكري بالتزوير أو بعد عدن؟ إذن ما تم التوقيع على اتفاق الرياض، لماذا هذا التصعيد من جهات محسوبة مثلا على جهات حكومية محسوبة على أنها شرعية في الدولة الشرعية؟ المخلافي معروف محسوب على حزب الإصلاح، وبالتالي هذا الحزب جزء كبير من سلطة الشرعية، لماذا يصعدوا هذا لماذا يصعدوا هذا الأمر؟ هذا الأمر نعم اتضحت الفكرة. اسمح لي فقط سيادة العميد أن أنقلها لضيفي عبر سكايب. ما رأيك دكتور عبد الباقي؟ ربما استمعت للحديث المهم الذي طرحه العميد جواس بأن الشرعية عمليا هي من تماطل تنفيذ هذه البنود، خاصة في الجانب العسكري وتعيين المحافظين، كل هذه المماطلة وأيضا التصعيد الإعلامي والعسكري يأتي من الشرعية. ما هو تعليقك؟ ما الذي ستستفيده الشرعية بهذا الشكل؟ أعتقد أن الشرعية عندما ذهبت اتفاق الرياض هي ذهبت تحت الضغط، والصورة التي يتم بثها من خلال القناة واضح يعني بحضور يعني محمد بن زايد هذا الاتفاق، يعني المسألة في غاية الوضوح، وأيضا إشارة ولي العهد للرئيس بالتصفيق عند التوقيع، بمعنى أن هناك ضغوط مورثت على هذه السلطة التي هي فاقدة للقدرة، بالتالي هي لا تعيق، ربما هذه السلطة تريد أن تثبت للمجتمع الإقليمي والدولي أن المجلس الانتقالي وكل الفاعلين السياسيين في المناطق الجنوبية وقعوا هذا الاتفاق فقط لتحقيق المكاسب والاعتراف بهم، ولكن لن يذهبوا نحو خطوة لاحقة. أما الحديث، طبعا الكل يعلم ونتفق مع جواس في طرح منطقي وعقلاني أن عبث انتشار الجيش، وأنا أضيف وترقيم ما يسمى بالتشكيلة العسكرية ووحدة مكافحة الإرهاب إلى آخره، خلال هذه الفترة لا يمكن إنجازه، كما أن تعيين محافظين بعد التشاور مع الأطراف ليس بالأمر السهل، وبالتالي خلال هذه الفترة سيتم مؤاكلة وتآكل السلطة الشرعية، سيتم تعزيز يعني سلطة المجلس الانتقالي في الجنوب، هذا مدروس من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات. الذي أريد أن أقوله هنا عندما تحدث عن وجود قوات في تعز وهناك صراع، هذا ما كنا قد حذرنا منه في الماضي، قلنا أن المسألة الإمارات عندما أوجدت واقعا جغرافيا ووطنيا في الجغرافيا اليمنية، كنا نقول المسألة لن تعود كما كانت عليه عام 1990، لأن هناك ما يسمى بتعدد الهويات، وهناك تتداخل مصالح وتحالفات الأفراد، هناك من هو لديه تطلعات الوحدة اليمنية، هناك لديه تطلعات يعني استدعاء الهوية الجنوبية، هناك تطلعات استدعاء الهوية الإمامية العقائدية، هناك استدعاء الهوية المناطقية في بعض المناطق، كل هذا التعدد لن تستطيع أن تحكمه، أو يعني مثلا مدينة مثل تعز محاصرة 4 سنوات تتداخل في مطالبها بين المطالب الحامية لهذه الجغرافية وبين مطالبها المنادية بالوحدة اليمنية، وهذا التداخل وكما كذلك لديها صراعا ولديها تداخل حزبيا ومدنيا، هذا التداخل في الهويات لا يعني أن المخطط الإماراتي السعودي سيمر بقوة السلاح وقوة المال إلى إيجاد جغرافيتين اثنتين، هذا سيوجد كثير من الجماعات، سيوجد قيادات في الجغرافيا، سيوجد تمردات خاصة، وأن من في علم الاجتماع السياسي يقول أنه إذا أردنا أن نستعيد دولة علينا أن نعزز المركز، أن نعزز الهوية، ونجعل كل الكيانات والأطراف والفاعلين والشعب يكون لديه مرجعية وطنية ومعبرة عن الهوية الوطنية، هذا لم يتم، لم تعد علي عبد الرب منصور هادي ممثلا للهوية الوطنية، الجمهورية اليمنية أصبحت الآن الفيدرالية لخرجات الحوار الوطني، أصبح هناك مشروع في صنعاء ومشروع في عدن، وهناك المشاريع التي قد تتداخل مع صنعاء وقد تتداخل يعني تختلف عفوا مع مطالب الجنوب، ومن هنا لا تستطيع أن تتحكم بالأطراف وتطلعاتهم، لذلك اليمن مقبلة على خطوات خطيرة، ولهذا أعتقد أن السلطة الشرعية لا تعيق لأنها تفتقر إلى القدرة على الإعاقة، هي غير قادرة على العودة إلى عدن، دعنا من هذا الحديث أن السلطة موافقة على
تطبيق اتفاق الرياض، تريد أن تخفف الكلفة الوطنية، تريد أن تواجه المشروع الحرثي، وتريد أن تجد قواسم مشتركة مع المجلس الانتقالي إذا ما أوجدت يعني بنود أو نقاط مشتركة تحافظ على الهوية الوطنية، وليس كما هو مطروح الآن فك الشمال على الجنوب المحفوف في المخاطر. نعم، إذا اسمح لي أن أعود للعميد جواس عميد. سيادة العميد، يعني لو افترضنا أنه سيتم تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض بلواء حماية رئاسية في عدن ولواء أيضا تابع للانتقالي، هل هذا وضع منطقي يمكن للحكومة أن أو للحياة أن تعود بمؤسساتها وللحكومة أن تمارس مهامها وأيضا تفعيل عدن كعاصمة مؤقتة؟ الأمر هذا ممكن جدا. هذا اللواء يعني اللواء الأول حماية رئاسية يعني سمي بالاسم في مخرجات اتفاق الرياض، وبالتالي يعني اللواء معروف عدده وعتاده وضباطه وأفراده وكتائبه وسراياه ومواقعها وتسليحه وكل هذه الأمور، في له مهام خاصة بالحماية الرئاسية، حماية القصور، حماية الرئيس أثناء الطرقات. يعني هذا الأمر يعني يرتب بشكل متناسق. المملكة العربية السعودية تعرف كيف تدير هذا الأمر بدون احتكاك. هناك عدة كتائب ستكون كحماية لقيادة المجلس الانتقالي بإشراف التحالف، وهذا أمر معروف. هناك يعني تنسيقات تحدث حول حتى الحركة، هناك عمليات مركزية تحدث الحركة وتحدث خط السير وخط العودة بما يحدث، يعني بما لا يمكن أن يحدث هناك احتكاك. هذا الأمر في البداية، لكن مع تجي الحكومة الجديدة وتجي العناصر وتأتي هناك شراكة لمجلس الانتقال في إطار الحكومة، هناك أيضا مكونات جنوبية ضمن تشكيلة الحكومة، وبالتالي الأمر سيحدث انفراج بصورة تلقائية أو التناسق. هذا الأمر سيكون يعني في بداية ممكن حصل لمطبات وعراقيل واكدة، وممكن تكون هناك أحداث يعني إطلاق نار، ممكن هذا أمر وارد، لكن ستتعدل الأمور وتنسجم بشكل عام مع مرور الوقت. وجود السعودي موجود الآن في عدن بشكل عسكري واضح، بالتالي استخدام معيار القوة للفصل وعدم تنفيذ هذا الاتفاق وقصدي تنفيذ الاتفاق باستخدام قوة عسكرية ضامنة لعدم شطط أي طرف، لأنه الناس كل طرف الآن يعني يحاولوا مثلا الاتهام الأخير الانتقالي أنه دخول ناس باسم اللواء الأول حماية رئاسية، وربما كانوا من ضمن ألوية الحماية الرئاسية في مارب، إلا أنه نص الاتفاق هو واضح أنه اللواء الأول حماية رئاسية بوثائقه وأفراده المسجلة أو المدونين في السجلات والوثائق، بالتالي دخول أي قوات من خارج هو تعطيل صراحة، هو تعطيل لاتفاق الرياض وتعطيل لإعادة تموضع انتشار اللواء الأول حماية رئاسية في المواقع السابقة. يعني ما فيش مشكلة، يعني المسألة هذه ممكن تحل، حتى الدخول بشكل عسكري مع العتاد ربما ممكن تستغني عن هذه الخطوة، والدخول دخول غير قتالي ثم انتشار وإعادة تموضع قتالي بعد تسليح هذا اللواء. أقول لك يعني التعيينات في بعض الأحيان لما يقول لك يلزم أول شيء انتشار اللواء وبعدين تعيين المحافظ، يعني هذا المفروض يعني ما يحصلش هذا الكلام. ممكن يكون التعيين المحافظ، وممكن تعيين مدير الأمن، وممكن تعيين القيادة العسكرية داخل عدن، وبالتالي تكون جهات متعاونة تصنع حلول لهذه الإشكاليات بين الطرفين. طرفين سبكت بينهم الدماء، مش معقول يعني تصنع الثقة بين يوم وليلة. نعم، إذا لما تجي تعيينات جديدة يعني تصنع حلول، أمور هذه عادية تحصل، ممكن يعني صناعة لها حل بشكل عام كان في الجانب العسكري أو الأمني حتى أو في الجانب السياسي. هذا الأمر نعم. إذا شكرا مشكلة. نعم، شكرا جزيلا لك العميد محمد جواس الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وأعود إليك دكتور عبد الباقي. إذا دكتور عبد الباقي، كل هذه الاختلالات وكل هذه العراقيل التي توضع أمام تنفيذ اتفاق الرياض،
لما يعني دكتور معين عبد الملك متماهي مع هذا الوضع الخاطئ؟ يعني لما لا يتكلم ويصرح من داخل عدن وأن هناك مخالفات لاتفاق الرياض؟ يعني لا نجد له أي دور حقيقي في تنفيذ هذا الاتفاق. نحن نعلم أن رئيس الوزراء تم تعيينه بدعم سعودي واضح ومن السفير السعودي في اليمن، وأعلن أنه دوره اقتصاديا وليس سياسيا في مرحلة، أولا حتى لو كنا في مرحلة استقرار، يعني واضح مهمة رئيس الوزراء، ما بالك في حالة حرب وفي حالة تهديد لهويتنا الوطنية وهناك انقلابين، فكيف لرئيس الوزراء يتحدث عن جانب اقتصادي؟ ولهذا أعتقد أن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومعظم الفاعلين حول الرئيس يتحركون بقوة ضغط سعودية، وأصبحت الأمور خارج عن سيطرتهم، لم يعودهم من يصنعون القرار. وبالتالي ستلاحظين حديث ضيف من عدن يتحدث أن هناك تحركات الجيش للسلطة الشرعية، ينبغي أن لا يتم هناك تحرك، بل علينا الحفاظ على ما هو موجود في الواقع. وهذا يعني أن المجلس الانتقالي والنخب تحت مسمى النخب والأحزمة أصبح اسمها التشكيلات العسكرية بدلا من النخبة والحزام، وبالتالي لا يمكن للسلطة الشرعية أن تدير ولا لوزير أن يمارس مهامه في بيئة يسيطر عليها بقوة السلاح مجلس لديه نزعة انفصالية ولا يعترف بالسلطة الشرعية وبالحكومة، وبالتالي الوضع في غاية التعقيد. لا يمكن لنا الحديث الضيف من عدن يعني وضع العرب قبل الحصان، يعني بمعنى أنه نعين محافظ ووزير ثم سيأتي. أنت الآن تركض تحرك يعني قوات عسكرية للشرعية، لماذا وقعت اتفاق؟ كان يعني بالتالي لماذا تتعامل مع السلطة الشرعية وكأنها غزاة وهي صاحبة الحق الأصيل في ممارسة السيادة، وأنت أصبحت شريكا ستذهب للتفاوض؟ تعاملوا مع السلطة الشرعية كمرحلة مؤقتة لتعزيز التواجد وللاعتراف بهم إقليميا، ولكن لن نستمر لن تتطور توقيع الحكومة حتى إذا انتقلوا إلى مرحلة تشكيل حكومة في المستقبل تحت الضغط، لأن السعودية أيضا تريد أن تشعر المجتمع الدولي عبر الرأي العام أنها حققت السلام وأنها استطاعت أن توقف الحرب، بينما هي لم تقم بذلك، هي قامت بشرعنة واقع جديد تم تأثيث أثثته الإمارات العربية الإمارات المتحدة خلال 4 سنوات. وبالتالي هنا الشعب اليمني سيجد نفسه الآن ستبدأ المشاريع، لأن الآن هناك فشل ذريع للسلطة الشرعية، هناك السعودية أصبحت مكشوفة وتعرت. يعني كان الخطاب اليمني يقول إن الإمارات السعودية غير السعودية أشقاءنا، الآن الخطاب خلاص انتهى، أشقاءنا السعوديين. السعودية قامت بإيجاد انقلاب آخر وعززته، بالتالي هنا الواقع الآن كيف يمكن الحفاظ، يعني الواقع اليمني القادم سيوجد قيادات جديدة، ستوجد هناك جماعات لها مشاريع بعيدة عن الحوثيين وبعيدة عن المجلس الانتقالي الإماراتي، وهنا سندخل في مرحلة استدعاء هويات جديد، هذه الهوية قد تكون مناطقية قد تكون عقائدية، وبالتالي هنا الخطورة القادمة، لأنه أصبحت السلطة متلاشية، وبالتالي ليس هناك جامع يمثل هذه السلطة أو فكرة اليمن، لم تعد فكرة فيدرالية أو كونفدرالية أو اليمن موحدا، هناك الآن مشاريع ما قبل وطنية، مشروع إمامي في الشمال ومشروع جنوبي حتى غير عربي يستدعي هوية سابقة، حتى استدعاء الهوية بكل احتقانات الماضي 94 و67 والصراع بين الشمال والجنوب لديه من الاحتقانات الكثيرة، وهذا الاستدعاء وفقا للنظرية الاجتماعية سيكون استدعاء مؤقت، سيستدعي الهوية الجنوبية مؤقتا لتحقيق مطالب، ثم مرحلة لاحقة سيتم استدعاء الهوية الحضرمية والصراع بين أبيان ويافع وهذه الصراعات، وفي الشمال لن يقبل أبناء تعز وبقية المناطق العودة إلى مرحلة ما قبل 1962. من هنا على النخب الوطنية أن تجد مشاريع وأن نعمل على أن نجد
مشروعا وطنيا. نحن في مرحلة خطرة، وأعتقد أن هذه السلطة الشرعية ساهمت في هذا الوضع الذي يشبه الحالة الصومالية أو يستبق الحالة الصومالية، لكن مع عدم الخوف، علينا عدم الخوف، بس كيف يمكن لنا أن نتحرك لتلافي ما تم تأثيثه؟ الآن نحن في مرحلة خطر، لا تستطيع أن تقوم بتجميع الجماعات الوطنية والفاعلين السياسيين تحت مطالب مشتركة، لأن هناك مطالب في المناطق الجنوبية لا تستطيع أن تلتقي معهم لأنها أصبحت فك ارتباط، لكن هناك جماعات والمجلس الانتقالي لا يمثل كل الجنوب، لم نلتقط الجماعات الأخرى. عبد الرب منصور هادي لا يلتقط هذه توظيفيا وتهديديا، الأخبة في تعز لم تستطيع أن تقوم بالتواصل مع الكيانات والفاعلين في المناطق الجنوبية بحيث نجد. طيب دكتور، يعني كل هذه النقاط، يعني الحكومة أنت تتحدث عن تلاشي تقريبا لهذه الحكومة أو لوجود اليمن الانتقالي، طيب يعني هل تقبل الحكومة بهذا الوضع؟ يعني من سيء إلى أسوأ، هل يعقل أن لا تبحث لها عن طوق نجاة لتستعيد قوتها المعترف بها من العالم؟ لا أعتقد أن هذه السلطة في الرياض قادرة على فعل شيء، علينا أن نحدث شيئا في الداخل لنجبرها أو نوجد قيادات جديدة وطنية. هذه السلطة تم وفقا لعمليات 4 سنوات، تم منحها المال، جعل حياتها مرتبطة بالهبات والمرتبات المقدمة من السعودية والإمارات وفقا لانقسام النخب. هذه النخبة التي تتلقى الدعم وتعيش 5 سنوات في الرياض أو تستطيع أن تزور الإمارات من الحين للآخر، لا يمكن لها أن تمتلك سلطة القرار. الداخل اليمني متعب ويعاني من مطالب الحياة، لكن ما زالت النخب قادرة وما زال هناك المشروع الوطني نستطيع أن نلتقطه بتجميع القوى الوطنية والتحرك بمشاريع ضاغطة على دول الخليج وكشف ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، كشفها للعالم لنجد حلا للشعب اليمني. أقولها بوضوح، تعدد الهويات المركبة سنة شيعة شمال جنوب مناطقية، مشروع وحدوي مشروع انفصالي، كل هذا التعدد يجعل من يعني إيجاد ما يسمى بنقاط مشتركة لإدارة الفعل الوطني في غاية الصعوبة. بالتالي هناك غياب للنخب، لأن هناك خطر في أبناء النخب السياسية اليمنية عندما سلمت مصيرها في مرحلة سابقة لدول التحالف وكانت تنتظر دعم السلاح، يعطونا صواريخ، يجيبونا طائرات، سلموا مرتبات، وأفقدنا النخب وأفقدنا ذاتنا القدرة على الفعل. ومن هنا أصبحت نخبنا، يعني أنا نخجل، أنا أشعر بالخجل عندما أشعر أن رئيس الجمهورية والحكومة ونائب الرئيس وكل الوزراء ومكتب الرئيس عايشين في فنادق 5 سنوات. بالتالي لا يمكن لنا أن نحدث تغيير الآن. كيف يمكن في بعض منطقة تعز وجزء من أب نعم. إذا اسمح لنا دكتور فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي فهمي الثقاف من عدن. مساء الخير أستاذ فهمي. أهلا وسهلا أستاذ نور، عليكم ومشاهدي الكرام وعلى ضيفك. أهلا بك دكتور. أستاذ فهمي، يعني مر 30 يوما على اتفاق الرياض ولم يتم تنفيذ العديد من النقاط التي كانت مزمنة بشهر، يعني لنا الآن 35 يوما تقريبا ولم يتم تنفيذ كثير من النقاط، ربما أبرزها تشكيل أو تعيين محافظ لأبيان وأيضا الضالع، تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزير، نقل جميع التشكيلات العسكرية إلى الخارج والعديد من النقاط. ما لماذا برأيك؟ في تقديري الامر واضح، ما يحتاج الى كل الى ذكاء خارق لاكتشاف او الاجابه على السؤال لماذا. لا. الاشكال في توضيع الاتفاق السياسي، الاتفاق تم توضيعه بالارغام بالقصر وهذا امر واضح. لو تذكرنا تماما الصوره اثناء التوضيع وحضور الرئيس عبد الرب منصور و ولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي، يعني أليس كان فارق وكأنه غير محيط غير معنى بما يحصل
سكرتير رئيس الجمهورية وال الرئيس الشرعي المعترف به. هنا الإشكال، يعني الأمر كان واضح تماما، الصورة كانت واضحة ناطقة تماما تشيد القصر الذي تم، وبالتالي لا أظن اتفاق هذا سيرنود أو سينفذ كما ورد في الملحقات الاتفاق المزمنة. فهي فقط مسألة وقت في تبديل شراء وقت. الآن الحالة اللي ترتبت على هذا النوع عودة رئيس الحكومة، تمام، ماذا بعد؟ باقي نجد الاتفاق، باقي نجد الاتفاق لن تحصل. إذا كان فقط عودة رئيس الحكومة أخذت وقت أكثر من اللازم وتخطت الفترة الزمنية التي حددها الاتفاق، فكيف بالقضايا المعقدة مثل سحب الأسلحة، مثل عقد التمويل للقوات وانتشارها، مثل تشكيل حكومة، محافظين وإلى آخره. الإشكال أنه الشرعية هذه أصبحت تسمية مجاز، شرعية يطلق عليها شرعية من باب المجاز ولم تعد ذات معنى. يعني هي من سمحت هذا الكلام منذ البداية، منذ أن بدأ التحالف. بدأ التحالف طبعا الأمور قامضة بين التحالف والشرعية، الشرعية لا تدري، التحالف لا أحد يدري تماما طبيعة الدورة في هذا في سياق الأحداث الجارية في البلد، أين يبدأ دوره وأين ينتهي، وأيضا الشرعية. وبالتالي التحالف يعني صمم دورة كما يريد هو لا كما تريد الشرعية، وأصبحت الشرعية يعني طرف ثانوي أو هكذا. نعم. الآن ورغم كل هذا الذي حدث، يعني كان أمامنا مؤشر في سقطرة. سقطرة عندما كان حينها رئيس الوزراء بن جعفر موجود في سقطرة، والاشتغال الذي حدث في سقطرة هذا حدث تماما، والسعودية تنظر وترى وتتابع تفاصيل ما جرى، وفي النهاية تدخلت، يعني تدخلت بسقطرة المخلص والمغرب والحليف الطيب لتحل محل الانتهاك، بقيت الانتهاك أيضا موجودة في سقطرة، ونرى ما التعقيدات والعقبات والعراقيل التي تواجه محافظ وسقطرة. نعم، لكن إذا أستاذ سامي، ما هي أغسطس وقبل الأحداث وقبل أحداث يناير حدثت تماما، والسعودية ترى وتتابع كل ما يحدث ولم تنبس بانتخابه، إلى أن وصلت الأمور إلى أحداث أغسطس، ونفس الكلام كان الصمت في ذي الموقف ضد السعودية، وبالنهاية تدخلت وتتذكر تماما البيان الذي أطلقته بعودة القوات وإلى آخره وروحت بالقصر. نعم، اسمح لي أستاذ فهمي، يعني حتى أستفيد من بقية الوقت. نعم. معك، ما هي قيمة الاتفاق إذا كان مجرد تشريع لوجود الانتقالي؟ ما الذي استفادته الحكومة وهي محصورة فقط في معاشيق، وعيدروس يذهب ويأتي كيفما يشاء، ويعني الحكومة غير قادرة على تنفيذ بقية اتفاق الرياض، ما قيمته؟ لن تستفيد الحكومة ولن تستفيد الشرعية من اتفاق الرياض بحضور الشديد، يعني بديت من الزمن يفرق أصلا من المشاهد. حتى اللحظة السعودية بصوتها الضاحن الراعي للإسلام، وعطت نفسها الحق الحصري في تمامها عند الاختلاف على أي بند من بنود الاتفاق، خيار من يملك حق التفسير. هذا أيضا برضو يفتح الباب واسعا تماما لتكمل السعودية رغباتها وما تريد فيها، صرف النظر عما يريد الانتقالي حتى تريد الشرعية. الاثنين اصبحوا كلهم تحت رحم السعوديه، والسعوديه تعيد تشكيل المشهد تماما كما تريد هي، لا كما يريد الانتقالي ولا كما تريد الشرعيه. وهنا يعني اصبح الوضع يعني فعلا بعد وضع حقيقيه. لكن الشرعيه رغم ضعفها لا زال اعتقد انه بلدها قرار تقدر تقول لا وتشبع لها هذه تماما بجمله من الاسباب، لكن لا أظن أنها تملك الجرأة والشجاعة الكافية لقول هذه لا، وفي وقتها وفينا من الأشكال. نعم، إذا للأسف الشديد انتهى الوقت أستاذ فهمي الثقاف المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، والمعذرة منك دكتور عبد الباقي لم نتمكن من العودة إليك، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع
السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.